الضيف اللي معنا اليوم محمد بناني مزيان، تشارك معنا أسرار من الحياة ديالو الشخصية واللي حولها نقاط قوة. تكلمنا على اللغة الفرنسية، تكلمنا فيها على الشعر، تكلمنا على التربية، تكلمنا على العلاقة ديال واحد الإنسان فاسي مع كازابلانكا، تكلمنا فيها على الديليغي ميديكال وكيفاش نجح في هذا التخصص هذا، تكلمنا فيها على بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منهم من إنسان اللي داز من تجربة ديال الموت ورجع للحياة، وشنو هما الدروس والعبر اللي خرج بها من هذه التجربة هذه. سي محمد بناني مزيان، مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله impeccable. Je suis très content d'être avec toi en ce moment ici. حتى انا كنعرفك من شحال هادي، ومنين تلاقينا مؤخرا وانا ديجا بديت هاد ليكسبيريونس ديال هاد ليميسيون، قلت ضروري خصو يكون معايا في لو شو، لان عندك واحد نقولوا واحد لا كومبينيزون de vie très intéressante ou impossible. On aimerait partager avec les gens, surtout les jeunes, باش ياخذوا من هذا لو ميلونج entre personnel et professionnel ou surtout في الخدمه ديالك نتايا في لو دومين كوميرسيال و ميديكال. نحاول parce que il y a des choses qui sont qu'on retrouve pas chez les autres facilement et غيكونوا شويه صعب mais on va essayer à deux on peut المهم حنايا المهم هو نبارطاجيو هذاك الشيء مع لي جون، ابري كل واحد غياخذ ربما شي حاجه اللي غتبان له اكسلون مزيانه. السؤال الاول اللي طاح لي في البال بناني مزيان، وانا نتفكر كبور بناني سميرس. بون شنو السؤال؟ السؤال هو كيفاش تلقات عائلة بناني وبناني سميرس؟ أوكي. أول مرة سمعتو في التلفازة. أوكي. ألوغ كيفاش تلقاتها العائلة؟ شكل، أون بو إيماجيني. مي كيفاش تلقيتها أنا؟ شكلي تاني. جو بو بخوندر أون مينوت أو دو بور إكسبليكي منين جات. واخا. منين طلعت على الفروج. داكشي. ألوغ أنايا تزاديت في 1960. زمان جدا، اي في 1960 كانت تقول لي مرزق باسكو داك العام فاش تزاديت الوالد جاتو اون بروموسيون، كان نجح في التفتيش وإلى ايتي ميتي لكازابلانكا من فاس بور باش يمارس مهنه التفتيش لانه كان معلم في اللغه العربيه. الوغ مرزق باسكو جا للدار البيضاء وعطاو لا ميزون دو فونكسيون وهذا، وانايا جيت الولد ابخي لا في مهم ان انفون ديزيري ومرزاق وسميتي السي محمد اي تو سا اي مي غران بارون جاو معانا بور مو بروتيجي ميم دو ما مير. المهم دي شوز في هاد الشكل هذا تيوقع في البلان ديال فاس كامل. الوغ بور تو دير على بناني، جو سوي بناني دو بير اي دو مير. Donc, يعني بناني ما تريزومي ما تريزومي جو لا كاش بيان. الوغ كبرنا كوم سا، ما مير نو سي با فيت بور نو سي با ابيتوي ا كازابلانكا، قلت جو سوي ان ايميغري. ايميغري كي اللي مازال ما تاقلموش مع 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 الدار البيضاء، اي دونك جيتي بريفي ما تنخرجش نلعب هذا كلشي في الدار، وعندنا الدار بحال السفاره ديال فاس في وسط الدار البيضاء، حتى حاجه ما تدخلش حتى حاجه ما تدخل. اتونسيون كبرت هكا وانا صغير في وسط خواتاتي اي تو سا، اي فوقاش غادي نفتح على العالم شي شويه فاش دخلت للمدرسه، ولا عندي صحابي كي غول با لي زير كي سابيل با بالنيس برادا اي تو سا، اي فين غادي نتفرقع بحال زي يقولوا في كازابلانكا؟ سيتي في لادوليسونس كوليج اي ليسي. لا هي فاش كانوا عندي صحابي بزاف اللي قرب بزاف، وفاش وليت بغيت نفرض الوجود ديالي، بغيت نعرف راسي شكون انا ماشي كلكان يتابع. اي تما فاش اكتشفت انه
كاين ناس بعكس ما يقال عندنا في الدار وباش تربيت، كاين ناس بزاف احسن من الفاس. كانت يقولون ان الفاس هما احسن هذا بون جو كوا كي لون توني دو هتلر ولا شي حاجه كوم سا، مي ديجا كو جو سوي ني لو ميم جور كو هتلر. خليها عندك هذه. الوغ اكتشفت ان الناس احسن منا والناس زوينين، الناس خصنا نعرفوهم، كو تنضيعوا الوقت بزاف اننا تنبقاو في راسنا وكاسين تنشوفوا بعضياتنا وتنقولوا لي احنا شحال زوينين. لا في سي اون ديكوفيرت دو لوتر. اي حسيت براسي انه فقير جدا من ناحيه المحاسن، يعني انه الناس تيقول تعطوني الكرم ديالهم والمحبه ديالهم وداك الشيء، مو كاسكو جو دون با غون شوز. دونك تنعطيك الصداقه ديالي تنعطيك مي سي دي ريفوار. هي فاش تكونت عندي فكره على سو كو جو سوي نيكون باز، سي جوست ان سوكل عاد خصني نبدا فيه. الوغ كو رباوني على انه حنا جينا من فاس انهم قادين مصايبين بخي ابورتي. هنا فاش كان شويه ديال الخلاف اي سا بيان موبلي مع مون ادوليسونس، كنت واحد المعكس مني ما كاينش، سيتي جينيال. بون هي من بعد غادي غيكونوا صحابي كلهم دو كازابلانكا، je vais épouser une casablancaise, mes enfants واخدين شلحات بون معاك فهمتي كيفاش. Et même quand je fais mon métier de délégué médical, j'ai fait le Maroc entier, j'ai continué à apprécier et à découvrir le Maroc et les Marocains. Bon, ça m'a dit que le Kbour. Donc, Kbour, ملي جا قالها هكا، Kbour شكون هو؟ هو واحد الانتهازي، واحد قليل النية، واحد مسقوط الوالدين، واحد النمس عروبي. وخاصو يتفلى على عباد الله اي سابلي بوكو للفاس باسكو تيقولوا العربيه ما يسواوش ما مزيانينش توا واخا يبين لك ضعفات الى اخره. موا سي جوست ان كوتي هيموريستيك مع الاحترام الكبير اللي عندي للسي حسن الفد، سي كيلكان اللي بالنسبه ليا هو لو توب، هو قاد الملح ديال المغرب، سي كيلكو شوز. ملي قال بناني سميرس بحال غمزني وقالها لي انا، حسيت بالنكته ديالو، حسيت فين بغى يمشي. اي جي بوكو ابريسيي اي بور موا الى قال هذيك الكلمه ديال بناني، عطى لراسو السميه ديال بناني، سي كو بغى يعطي الرمزيه كلها ديال هلفاس ديال اللي عندهم هي السميه. انا خديت لك السميه ما ضرتنيش، تفا ما بدلتنيش السميه، سي اون شوز اللي ما عندها حتى شي علاقه بالشخصيه. اذا انت سميتك بناني وي اي الوغ بحال اللي قال السي قاد الملح ديال تي سي كو راسين دو 25 ايغال 5 وي اي الوغ تو ومن بعد ومن بعد موا اجوردي كون جو دي ا شي واحد جو مابيل بناني كوم كبور تو جيم بوكو سا. Et d'ailleurs, ça correspond beaucoup à ma façon d'être, que tu connais un petit peu. C'est l'autodérision aussi en tout. Et quand tu fais de la bonne autodérision, ça te valorise. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire beaucoup, c'est que tu as l'accueil de la dette et de la dette. تفاجئ الناس، دايوغ الناس ملي يسمعوا هذا الجواب اللي عطيتيه على تكبر، سي فيلوزوفيك، سي بويتيك ميم، ولكن فيه بزاف ديال بنادم ما عندوش مشاكل مع شكون هو ومنين جاي. الناس تيقلبوا على المشاكل باش يوصلوا لهم، انا بديت بهم وخدمت على راسي سوفيزامون، تمحنت شي شويه. Et puis dans mon métier, on va en parler inchallah, j'avais beaucoup de temps à passer avec moi-même, que je suis beaucoup en déplacement, ce qui fait que ana fkhulwa diali ma nafsi khsin raja nafsi khsin chouf nafsi khsin najib nnas comme commercial khsin najibhom bel haqiqa diali lanno ma tandwish ma nnas men wala tandwi ma nnas mutaqafin fi Maghreb. Donc khsin nkoun ana ntla fhad el mustawa
ديال الحقيقة باش الناس يتيقوا من هو حقيقي ومن يقول الحقيقة. لأنه تنبيع الشريف الدواء ما يمكنليش نكذب، ما يمكنليش نزيد فيه حيت الصحة ديال الناس. دابا اللي غايشوفك تتهضر كتدخل بزاف ديال الفرنسية وكنيتك بناني، غيتخيل بأنك كبرتي كتهضر غير بالفرنسية كيليميني، ولكن انت كبرتي الوليدات الصغار تيلعبوا الكره وانت كتلعب بالاعراب. يعني بزاف الحوايج. المهم نحاول نقول الفرنسيه عندي معها قصه ما كنتش نحملها، ما عملهاش دايوغ الوالد تاعو الله يرحمه مع كان مقاوم داكشي اشتغل دي زاني 60 يلاه يلاه خدينا استقلال. الوغ الوليد مازال في فرنسا وداكشي ديال المقاومه وديال الاستعمار وهذا كان مانع علينا في الدار نديرو الفرنسيه على لغه المستعمر. بالبعض اللي قلنا لغه الكفار، المهم لغه المستعمر في الاول. واش حنا عندنا الاستعمار في في الدار وهو المغرب خدا الاستقلال هكا؟ مي انا عندي كان مشكل كبير مع اللغه العربيه، وان كان كنت تنطقنها تنكتب انا بديت الشعر في 13 عام الحمد لله، وخا الوالد ما خلانيش ندير ادبي. المهم سا سي ان اوتر بروبليم. مي في المدرسه وفي الكوليج وفي الليسي كانوا صحابي كلهم باللي تنبدا ندوي ولا شي حاجه ديما تيضحكوا عليا باسكو تنقروط مدرسه ناري ناري على الدراري تيلعبوا الكره في الدريبه اللورانيه دي شوز كوم سا تيضحكوا عليا في هذه المساله هذه. اي دونك جامي ما تيخليوني نوصل الميساج ديالي تالاخر، ديما كاينه اون ديريزيون وتنلقى راسي سو لا ديفونسيف. اذا لقيت الحل فينالمون هو انه في الفرونسي ما تيبانش العيب، كاينش الار كاينش العيب. J'ai mis 2 ans ou 3 ans pour devenir parfait en français. Wow. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, le français, c'est un instrument de travail. L'expression ou le wasf, c'est l'arabe. بيان سور من بعد طلع الكليه وانا كلشي بالفرنسيه في الخدمه ديالنا كلشي بالفرنسيه الى اخره تتولي عاوتاني العاده طبعا ثاني تو تتولي في كوم سا. هذه مساله ديال الفرنسي. مساله اللعب بالاعراب، الناس اللي والديهم في التعليم غادي يفهموها على انه المدرسه اللي عندك في الدار صعب من المدرسة اللي عندك في المدرسة. وبالأخص إذا كان الوالد ديالك هو المفتش ديال المدرسة اللي تتقرا فيها والمدير هو الصديق ديالو الحميم هو اللي يقلب له هذا. اي بي زيد على هذا لأنه قلت لك الوالد بناني والوالدة بنانية، ما قلت لكش كل شيء. سكو الوالدة كانت تلميذة ديال الوالد، سكي في حليت عيني على الوالدة تتعيط الوالد أستاذ، ما عمري سمعت الوالدة عيطت الوالد بسميته أستاذ. تمشي للحج تتعيط له الحج. ألوغ تو إيماجين في الدار بيان سور الكورة بيان سور الألعاب ديال الأولاد، كان عندي خواتاتي خويا الصغير تزاد كانت عندي 10 سنين دونك غير سمعت المسألة هذه. مي كانوا عندي خواتاتي دونك خصني نجلس في الدار الوالدة تخافني نخرج للزنقة راني نتلاقى مع بيضاوة مع العربية حمقت سي با بوسيبل دونك جوسكا اوجوردي جو نسي با توشي ان بالون. مي تنعرف نتريكوتي تنعرف نلعب الكاري تنعرف نلعب الحبل تنعرف نلعب كلشي ديال البنات. شوز تريز امبورطونت تنعرف نيكوتي البنات. لا فام ماروكان اي تري مال ايكوتي من الصغر ديالها. دونك في الدار
باش تنشغلو عندنا اون سول بيبليوتيك ديال مونبير اللي فيها الكتب ديال العربيه ديال الادب حيت الوالد خريج القرويين ديال الادب وديال الدين ما كان لا انترنت ولا حتى شي حاجه التلفزيون خاص تسنى حتى يجي الوالد باش يشعلو فهمتي داك الكحل الابيض مقدس الوغ فين غادي تمشي تلعب تجبد كتاب تقرا فيه لقيت راسي انا فاش نبغي نتفلى فاش نبغي زعما خرج على الطريق تسد ديوان المتنبي ولا ديوان اللي تعقبتي اللي تبع الاخطاء الصغير دي شوز كوم سا ميرفيو اي دونك ملي تنكونوا جالسين تناكلوا هذا الوليد تيقول لك الله اعطيني بيت الشعر بادي بتا اعطيني هذه الله القافيه ديال اللام تبداو تندبزوا عليها سي تو تيجي واحد الوقت فاش تتولي عندك شويه ديال الملكه وشويه ديال ديال هذا تتولي انت براسك تضحك على عباد الله مي ورثت فينا انا بعدا ان توكا ورثت فيا واحد النوع ديال لاسكيزوفريني ديال في الدار شكل ومع الناس الاخرين شكل اخر ان اوتر تروك ريان افوار ريان افوار كلام العيب من لا سانتور لتحت تعلمت حتى ل 14 حيت مشيت لليسي كنت نمشي الطوبيس باش نمشي لليسي جوري ايتي انكور في مون كارتي جوري جامي ابري سي شوز لا داكور مي بار لا سويت الوغ كاين تلعبوا بالاعراب تلعبوا بهادشي الحمد لله تعلمنا شي شويه تعلمنا حتى شويه القران تعلمنا هذا بون يا با كو دي انكونفينيون Mais aussi, fait que les parents, Roma, l'assistante de Diawlek, Roma, c'est des sortes de gourous, tu vois. Et tu me dis le bac, on ne pose pas la question. Je dis le bac à 17 ans, je n'aurais déjà non. Il te faut des études longues. Et tu es trop jeune pour aller à l'étranger. Tu vas faire médecine et à Casablanca. C'est le meilleur choix. Ou dire à quelqu'un que le meilleur choix, ouais, tu vas le faire. Maintenant, il me souvient. Mais chez moi, il me souvient. Mon Zach, son petit chez Habib, il dit c'est à vous de faire médecine, très bien. Pas convaincu. Je m'attendais à ce que médecine soit avec la médecine de la petite maison dans la prairie, le médecin, le chizouin, qui est jeunesse, qui est jeunesse, qui est accédé. Qui est Aouen. Rien à voir. Non. C'est autre chose. Non. C'est le côté adulte de la chose. Alors, je ne voulais pas, mais je n'avais pas suffisamment de cran et de personnalité pour m'opposer à la volonté des parents, de toute la famille. Le cliché de l'homme, comme moins 10 ou la tribe, ou là, au moins, officier de l'armée, au moins. Zama, il a brûlé 12. L'armée, c'est de l'armée, monsieur. Entre guillemets, bien sûr. Alors, j'ai fait médecine d'année en année, je n'étais pas content du tout. Et je ne me voyais pas dans un cabinet ou dans un centre de santé en train de recevoir les gens. J'aime beaucoup rendre service, mais pas comme ça. Tu vois, pas de cette façon académique, de cette couleur. Jusqu'à un moment, je fais 5 ans de faculté de médecine à contre-cœur. 5 ans au 46. Et j'ai eu un truc, j'ai fait une petite dépression et là, j'ai dit, non, je quitte. J'ai quitté et puis je me suis dit, je quitte, je prends une année sabbatique et après, je verrai. Je me dis, là, je reprends. Là. Je n'ai pas passé plus qu'une semaine. Un journal me tombe dans les mains, alors que chez nous, il n'y a pas de journal en français. Qui fait ça, ta fille, dit le journal. Je trouve une offre d'emploi pour devenir délégué médical.
J'avais tout, sauf la voiture. J'ai dit à mon père, est-ce que tu peux me prêter la voiture? Pourquoi? Je vais aller faire un petit entretien. Il dit, ok. C'est un costume, un copain, la chemise, un autre. Ben, tu sais, quand on est habillé tout le temps en jean espadrille, même les chaussettes que le chien dit. Alors, M'sit, sur le plan humain, j'étais inapte parce que j'étais timide. J'étais quelqu'un qui n'a pas d'expérience. J'étais quelqu'un qui je sortais d'une dépression. Mais sur le plan technique, médical, j'étais top. Ils ne s'attendaient pas à tout ça. Wow. Je sortais d'un examen, donc Kulchi Frasim Ged. Donc, je les ai mis dans le truc, 12, je me rappelle, 9 entretiens. 9. Les tijoufnis, tu voulais même dire, les tijoufnis, la chante, tu voulais être trop bien. Tu vois, comme ça, il y a dès que j'ai été accepté, chit le smito. Pour 2 mois, un stage en France de formation. Dans le Maïtmanzien, j'ai tout jeté, même la valise. Jit, insan jdid, oui jdid, un métier jdid. Au fortis, je suis avec ça, au fortis, je suis avec une voiture. Moi, je suis avec la voiture de mon père, les télé. Et c'est parti. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler quand même une année ou deux, ramasser un petit peu d'argent et aller terminer ma médecine en France ou la Chiblasar. Moi, me sortir de chez moi, parce que c'est ça ce qui me rendait petit. Il me suffit trop d'une semaine de semaine, d'une semaine de séminaire, d'une déplacement Tanger, des déplacements Oujda, des 3 ans, il est tracé en relation avec ma femme actuelle, Djoujna, ça fait, j'étais déjà un bon délégué médical qui valait de l'argent sur le terrain. Et je commençais à être apprécié et apprécier ce que je fais. Et c'est parti. دابا تكلمتي لي على انا كنعرفك دابا ولكن تكلمتي لي على ان في الاول كنتي غير تحشم اونتروتيان بروفيل دان بوين دو في هيومان ما كنتيش واجد بوغ ديليغي ميديكال الوغ كوجوردي انت تتفورمي دي ديليغي ميديكو عندك اون اكسبيريونس شحال من كيلومتر ضربتي في لافيس ميديكال جي في 1 مليون كيلومتر جو سوي ا ما 13ايم فواتور sur des routes, mais quand je dis ça à l'autoroute. Et je le regrette pas parce que تيعطيوك تتولي انت تتقبض في داك البرودوي واخا مر واخا صعيب سي سكي سي باسي حسيت انه الشخصيه ديالي بدات تتبلور بداو الناس تيقلبوا عليا في لا فامي وليت انايا اغريابل عارف راسي اغريابل الناس يتوحشوني الناس تيبغيوني واو وحسيت على انه حتى داك لي فران اللي كانوا في الاول داك الفرانات ديال في الاول جيتي تيميد نقول لك واحد لو بوين راك تضحك عليا وعندك الحق باسكو كنت تيميد لدرجة أنه quelqu'un في la télévision qui est en train de me regarder je n'osais pas le regarder dans les yeux في télévision تحضر عينيك ما قدش et فاش خدمت j'avais un problème la première semaine كنت إلا ما لقيتش الباب الكابين المحلولة ما تندفعش Et je me suis fait violence, moi-même, à faire la racée, aussi, et petit à petit, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Je suis allé à la racée, je suis allé à la racée,
بالكيليميني اللي تنتصوروا ما عنديش انا لي مويان باش نمشي عند ان بسيكولوج ولا بسيكياتر باش نقدر نعرف هذا مي عندي لي مويان عندي لي كونيسونس بور افوار دي ليفر بور افوار دي بتيت فورماسيون دي ديسكوسيون اي تو سا باش اولا نعرف نفسي شكون انا جو سوي كياس لا فهيد جو سوي كياس اي ملي سنعرف راسي انا شكون عادت نشوف الناس بالنسبه ليا شكون يمكن ليش نعرف الناس الا ما عرفتش نفسي انا وما حدنيش نعرف نفسي حدني تنكتشف النفس ديالي وتنقول لا داكشي كاع اللي كان مقد ما مقدش خصني عاد نقد ان شاء الله انه راضي على نفسي ولكن ماشي بداك الصفه اللي باغي انا دونك في العلاقه ديالي مع الناس كان واحد في الاول كان شويه ديال التردد لانه محتشم وتيميد خجول كان في الاول تردد كبير وكان عندي صعيب انه نتخطاه مي لقيت الناس اللي عطوني نصائح كبيره ودرت لراسي تمارين خطيره باش نتخطى هذه تمارين نعطيك واحد ليكزامبل ديال التمرين ديال وصلت واحد الدرجه ديال خصني نتعلم ندخل في الناس ماشي عند بنت ما تنعرفوش وبروبوزي عليه وندوز تنخرج للزنقه بنادم جاي ما تيعرفنيش جو لاغريس حيد كون جو مسيو ابيرسو كو بنادم تقول له حيد اي لاكسبت تيحيد بدلت لي الحياه ديالي إيك إحنا عندنا في هذا البلد بنادم تقول له دايس تقول له زوينه قميجتك تعيب فيك لقيت علاش أنا يمكن لي نأغريسي يمكن لي ندخل في عباد الله إي جو نو لو في با لي جون لاكسبت بو ياك زيد على هذا في الكوتي بوزيتيف درت لراسي دي زيكزارسيس في الزنقة كازابلانكا تتغلي في الزنقة تجي كوم سا بونجور سافا لاباس بنتي ليا راجل مزيان طيب وبغيت نتعرف عليك كان سميتي سي محمد سا مارش ا تو ليكو ميم مع رجال ميم مع رجال ميم افيك لي في اي افيك لي في جو شوازي جو با ان دراغ ولكن جو لي في افيك دي فام كو جو بو كاليفي دو انكسيسيبل باش نشوف انايا فين غنلعب سا مارش كون سي بيان كون تيزيو ديز سو كو تو دي quand le geste suit, quand il n'y a pas d'excès, quand c'est bien mesuré, lorsque c'est à point. Et puis, la visite médicale, il y a 10 à 12 contacts par jour, tu vois, tous les jours, avec des gens d'un niveau, les médecins. Les médecins, c'est au moins Bac plus 7, tu vois. Un professeur, il peut être bac plus 30. ce qui fait que si tu ne peux aller que le jeu, ou le charsiette, ou les interlocuteurs, ou tu peux t'adapter à l'éon. Dans le commercial, tu peux t'adapter le client, tu peux t'adapter le client. Et c'est comme ça que je me suis convaincu que par la suite, j'ai pris goût. Mais là où les gens me gâtent, على حسب عقلي عجبني ديفلوبمون بيرسونيل وعجبني الكوتشينغ وعجبني لا سيكولوجي هي فاش كانوا طعام في يديا شوف شي فليسات مزيونين الحمد لله واللابوغاتوار فاش كنت خدام عاوني اي جي في دي سيرتيفيكاسيون جي في دي زيتود اي دي ديبلوم مزيونين في هذا لو دومين اجوردي راه عندي 5 ولا 6 ديال لي سيرتيفيكاسيون في ديفلوبمون بيرسونيل في الكوتشينغ جي في ميم ليبنوز Magnifique. Ouais, c'est merveilleux de continuer à se connaître pour connaître l'autre et connaître l'autre, mais je sais par curiosité, pour lui rendre service. Pour lui rendre service. Parce que souvent, c'est un très grand appareillage, un scanner, qui est fusible du Maroc. C'est M. Goulouhed, au lieu de tous les mondes. Magnifique. Audrey, là, Gilti, نقدر نهضر مع شي واحد في الزنقه يكون ان اكسيسيبل اي جو بو لو ديبلوكي
سي سي بيان في شنو هي سي سي بيان في سي سي بيان في خصك دابور il faut que tu sois toi-même parce que بنادم اللي تيتصنع تتبان له في عينيه كاد المغيب ان يقول خذوني تتبان له في عينيه et il y a pas mieux que les enfants pour le détecter تكذب على ان enfant تيعيق لك حنا الكبار كنسمعوا تعلمنا ميكو على على هذه القضيه هذه ونقبلوا alors il faut que tu sois toi-même deuxièmement خصك تحاول تاخذ شي علامات اللي غادي يعطيوك النوعيه ديال اللونغاج اللي غادي تمشي بها عند السي وملي غادي يدوي معاه خصك تحيد توت اكزاجيراسيون دو لاغريسيفيتي اي اكزاجيراسيون دو لا جونتيليس بو اتر بون كون تو بارل ا لا بيرسون فو ريغاردي دون لي زيو بارلي ان فوليوم ديال لانتيميتي rassurer le loul ne pas tourner autour du pot. Gauche ne bête pas. Tout simplement. Et tu le dis avec les yeux, c'est-à-dire tu le dis en le pensant, et tu le dis avec un minimum de mots. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ma bint ou la mra, ma katarfash, comme ma médecin ou la professeur. Exact. Tu ne peux pas imaginer à quel point la mimique et le regard sont sont du matériel de haute fidélité. Mimique et regard. Limite dangereux. Limite dangereux. Non. قبل ما نرجع نسولك على لو ميتي دو ديليغي ميديكال لان مهم عندي هذا لو بوين هذا في هذا النقاش باش نعرفوا اكثر هذا التخصص هذا واش باقي مطلوب كيفاش نمشي فيه شنو نقرا باش نولي ديليغي ميديكال واش فيه الفلوس ما فيهش الفلوس شنو ما زافونتاج ديالو بغيت نسولك على حاجه اخرى واللي اكثر اللي بالنسبه ليا مهمة في حياتك ومهمة أنها تبارطاجها مع الناس هو أن أنت إنسان مرسي اللي قلتي لي إنسان مرسي أنت إنسان الله يرحمك أوي جو سوي ديجا مور اون فوا وجيتي وا دونك كيفاش عشتي هاد ليكسبيريونس هادي ديال أنك فايت ليك ميت ورجعتي للحياة ربي تيبغيني alors فوقاش 2011 fin 2011 je ne savais pas que j'étais cardiaque mais on a de l'hérédité ma mère est morte du cœur ma grand-mère aussi et 2011 j'étais encore fumeur j'ai fumé pendant 34 ans et je dis à tous les fumeurs arrêtez avant le premier infarctus joli message. Alors, un jour, j'étais avec un directeur de laboratoire. On venait de faire un recrutement, un bon recrutement. Et on prenait le thé et j'ai eu une douleur. Douleur forte. Je croyais que c'était juste une aigreur. J'ai pris de l'eau, rien. J'ai pris de l'eau et du sucre, rien. J'ai pris un truc. Dit l'estomac, ça n'a pas marché. Ouais, je commençais à transpirer. J'avais mal ici, j'avais mal ici. Bien sûr, j'ai fait médecine et j'ai fait beaucoup de cardiologie, fréquemment. Donc, faut penser à un truc cardiaque. Je voulais pas faire l'eau, mais même pas de goutte l'eau. Est-ce que quelqu'un peut me ramener le produit qu'on met sous la langue? L'anatizidine, et pour faire le test. J'ai mis le truc, la douleur a cédé, pendant 5 minutes, elle a repris, j'ai remis, elle a repris après 10 minutes. Je lui ai dit, c'est Omar, c'est un infarctus, blamatra. Je t'ai dit qu'elle te dit, blamatra. Ah oui, il est pharmacien.
قلت له جو نو برون ريان افيك موا جو ليس تو ايسي دابا لا كلينيك كارديولوجي سير قال لي شكون الكارديولوج قلت له جو ني با دو كارديولوج عيط لي بغيتي قلت له لا كلينيك تو سويت ان انفاركتوس سا تو دون كيلكوز اور مي يفو اتر دون ان ميليو اوسبيتالي شيت مسكين Il a allongé le chèque de garantie. Moi, il m'a dit ma femme. Ouais. Je rentre. J'étais entre les mains de la réanimation, la clinique. Fantastique, la stribine. Ils étaient en train de rafistoler les choses, dérouler l'injection, dérouler le truc pour mettre un ressort au niveau des vaisseaux du cœur. Pendant qu'ils faisaient ça, j'ai fait un deuxième infarctus. L'infarctus, c'est une paralysie d'un petit territoire au niveau du cœur. D'accord. J'ai fait un deuxième infarctus ailleurs. Bon. Taou Abraou. Le débloqué. J'avais très très mal et m'ont bourré de morphine pour que je me lâche la douleur. Avec le produit qu'ils mettaient pour voir la radiologie. Il est à base d'iode. Mmh. Et manque de peau, j'ai fait une allergie à l'iode. Et donc, un arrêt cardiaque. Non. Et donc, arrêt cardiaque. Ou ce matin, tu goulou, ça fait, il casse, ECG plat. Docteur Hans. Le langage d'elle. Alors, si tu vas se grader. Avec le laps de temps, avec la fraction de seconde, goûte, parce que je suis très, très croyant, alhamdoulilah, et goûte, ma rassir, ce n'est pas un goût là. Je pensais, shahad, ou l'équipe, ma jette, mais. Allah, j'ai récité ma. Aït al-Kursi. Halit aïnia. La réanimation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pchit, arrêt cardiaque, massage cardiaque, électrochoc pendant 6 minutes. Un arrêt cardiaque de 6 minutes. Mon cardiologue, Galia, je pensais comment sortir dire ça à tes enfants. Et tic, 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 tic. Alors ils ont dû, comme le cerveau n'a pas été irrigué pendant 6 minutes, il fallait qu'on me mette la réanimation, un coma artificiel pour hyperoxygéner le cerveau. Ça a marché. Elle est aînée, c'est plus dur de revenir à la vie, c'est douloureux, que de partir. Ça, je l'ai retenu. Et quand on m'a raconté ce qui s'est passé, très net, en 6 minutes, voilà, vous t'arrêtez comme ça, tu as touché la mémoire, tu as touché l'idéation. J'ai tout testé sur mon lit. J'ai récité toute la table de multiplication, tout ce que je sais, l'achat, j'ai échappé. Et Dieu même, parce que j'ai pu revoir mes enfants. Alors, ce que je tiens à dire, et ce qui résume un petit peu cette situation, c'est que je me suis dit, ou Anna sur le lit, la réanimation, en sous-sol, je me suis dit, Allah, ce n'est pas par hasard, Allah, une erreur de frappe ou un bug, non, il a décidé, deuxième session. C'est-à-dire, j'ai des matières, les matières, c'est ma fonction. Ou c'est le monde, je suis déjà fait. Tu m'as dit que je dis ça. Je ne sais pas ce que avant. Je ne sais pas ce que tu dis avant, mais je ne sais pas. Et c'est là où fais me dit le bénévolat. Fais me dit ta haja ma mohima.
فاش الحاجه اللي غتبعدني على داري وعلى وليداتي وعلى سيدي ربي امبوسيبل. وتما فاش تنشوف انه اي حاجه غيجعلني نكون حزين ولا نكون غضبان ولا نكون خوف ما دياليش لا جوا طول طون. زيد على هذا وغيتفهمها بواحد السهوله، وانه كل صباح يعطيه لنا الله تشوف فيه لا لوميير اكبر هديه من عند الله. وربي اللي عطاك الهديه غتخبيها في خصك تستعملها، لان الشكر نعمه هو استعمال النعمه. شوف خصك تشكرها. ربي عطاني الحياه خصني نستعمل الحياه، ربي عطاني ذكاء خصني نستعمل الذكاء، ربي عطاني قبول خصني نستعمل. الناس تيبغيو مصوري علاش غنطفي؟ شوف ما تيتخباش تنسدو ما تيبقاش خصو يبقى كيبان. فهمتي كيفاش؟ دابا هاد الميساج اللي خديتيه من ليكسبيريونس ديال الموت ديالك لمده 6 دقائق كانت رساله ليك انت، وبدلتي بها بزاف الحوايج في حياتك. وداك الشيء علاش من الاسباب صراحه اللي خلوني انني نقول ضروري خصك تكون معايا، هو تنطلقك مده ديال 3 ايام متابعه تنبقى نقول وقتاش يطلع له الدم، وقتاش يتقلق، وقتاش ما تيغلط في الهضره، لان بعض المرات غير تتكون انت غير كيخونك التعبير. بعض المرات ما تدي شي جيست مع شي واحد ما تيعجبوش، انت عندك واحد 100% ديال ملي كيوقف قدامك شي واحد تيدوز من حداك شي واحد تتكروزي شي واحد كتهز عينك شي واحد ضروري كيدي شي حاجه زوينه ما عندك. وهذه بغيت شنو هو السؤال اللي بغيت نعطيك دابا، هو بزاف الناس اللي كنتلاقاهم في الخدمه ديالي من الاسئله اللي كيطرحوا ولا من الاشكالات اللي عندهم هو انه ما عندوش معنى للحياه ديالو. تيقول لك تنحس براسي ماشي هو هذاك، ما الحياه ما غاديش معايا مزيان، اولا غاديه مزيان ولكن ما تنحسش بالمذاق ديالها، تنحس بان كما قلتي انت ديك الجمله ولكن دون سونس نيجاتيف ديال حتى حاجه ما تستاهل. فما تيشوفش هو حتى حاجه ما تستاهل انني نخسر نهاري عليها، تيشوف ان حتى حاجه ما تستاهل نوض نخدم عليها. اكزاكت. شنو تقدر تقول ولا شنو كتقول بحال هاد الناس هادو فاش كتلاقاهم؟ اوكي شنو نقول لك؟ تيمكن لك تشوفني في الخطا والزقيل وما نفهمش ولا مال ادريس الى عطيتيني نلعب واحد الدور ما مقتنعش به. الى بغيت مثلا دابا نلعب عليكم شي لعب ديال شي واحد مرفوع ولا واحد عنده البوفوار ولا هذا، غتشوف الزقيل كيفاش غيخدم. انا مقتنع على انه ربي خلق في كل واحد فينا واحد المنظومه عندها استقلاليه اوتونوم. مش تكون منظومه الا بدلتي فيها شي حاجه ما تتبقاش منظومه، تخرب تتولي زعلوك كل شيء تما ولكن ما بقيتش تيوا تتخسر. ملي حاولت نعرف نفسي وحاولت نتعامل مع نفسي باش نتعامل مع الناس، وعطيت لراسي داك البعد داك لا ديمونسيون اللي صايغه تنشوف راسي من التحت ما تنشوفوش من الفوق، سي كيلكو شوز ما تواضع لله رفعه. سي تادير لي فوتوغراف دابا اللي قبلتنا راه تيفهموها، كون تي بون لا فوتو دشي واحد من التحت تتواضع معاه راك تطلع به تيبان كبير تيبان طويل. شوف تنحاول نشوف نفسي ولكن بشوفها بسيطه جدا ما فيهاش تعالي. ساعدني في هالشي هو انه في خدمتي اي واحد تنتعامل معاه تندير مجهود باش نتعامل معاه حقيقي تيرجع لي سو بلاص، دونك سا مارش الشوفه ديالو في المحبه ديالو لوجه الله. ملي وليت ندير لا فورماسيون لونسينمون تتشوفها تو سويت في العيون ديال التلاميذ ديالك، كانت واحد لابغيونس حلوه واحد البريق خطير
احسن هديه واحسن خلاص يمكن تخلص بها الاستاذ. تشوا سكي فيك par la, l'émotion là-dessus. Ma khassnish nsemma khassni nkoun ana houa nit bach nعطي un maximum w ykoun l'échange f mustawa ali w khassni nعطي l'haqiqa bach hadak si li tidou maya bni li maya yakhod rahtou ما يديرش تحويل ما يديرش ان كونفيرسيون ديال هو قال لي هذه اذا راه بغى يقول هذه نو مو جو سوي تري ديريكت. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش قبيله فاش دوينا على لا على الكوتي بروفيسيونيل خدمتي انا خدمتي الي اوغان جي بوكو ترافايي باش في عائلتي في الاسره ديالي في المحيط ديالي عندي ان سول لونغاج تيلمون فاش كنت صغير تيلمون كان عندي سكيزوفريني لونغاج انا لونغاج انا كو اوجوردي الهضره باش ندوي معاك هي باش ندوي مع الناس هي باش نخدم هي باش ندوي مع وليداتي هي باش ندوي مع نسيبتي مع ما فام مع تو مون جي ان سول لونغاج واللي ما عجبوش بصحتو راحتو واللي عجبو مرحبا اهلا وسهلا واللي بغى يضحك عليا خليه يضحك باش يتفاجا فهمتي سي كوم سا انما انا متيقن على انه ربي تيبغيني عطاني الحاجه اللي تنبغي هي الحياه شاك جور وعطاني نشوف وليداتي شاك جور سي ميرفيو اكستراوردينير وعطاني الاساليب باش يمكن لي ندخل الجنه شحال من واحد الحمد لله استطعت انه نوجهو شحال من واحد ضحكت له في وجهو شحال من واحد عطيته داكشي اللي كان باغي وشحال من واحد بغيتو لوجه الله وبغاني تاوي لوجه الله سي تري تري امبورطون. وهاد المسائل تنقول راه اللي تعجبني فيها هو انه ما فيهاش الله قرايه ولا علم ولا علم النفس ولا هذا مي فيها بزاف ديال تمثيل الميت فيها سورتو بزاف 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 ديال المغربيت دارت المغرب كامل. وانا واحد السيد اللي تنتبعت الكلمه كان تيقولها الوالد الله يرحمه تيقول لك الا تكبر كبر بالانسان البسيط لانه هو اولى بها وهو اللي محتاج ليها. الانسان اللي متعجرف ولا عنده قيمه في المجتمع الا كبرتي به ما غاديش حتى بك مولف. سكي فيه كو انايا في مي ديبلاسمون اي تو سا تصيبي تتعامل وتجلس مع الناس البسطاء وهذا يا اخي كليا تتعلم منهم شي حوايج ميغفيل عاد تتعلم الحياه وعاد تتعلم كيفاش الناس يعيشوا. ايماجين تو في سا توت تافي في طول الماروك عرفتي المغرب شنو هو؟ المغرب راه سي موركومول ديال الحياة سي سي فابيلو واحد النوبة واحد السيد عندو شي 80 عام ما قرا ما تاع حتى تسنن وما شي فهم قلت له العالم ادعي معايا قال لي سي الله يخليك تمشي حتى تمشي شحال حلوة هادي شحال ديال الفقهاء تلاقيت بهم ما تعرف ما قالها لي تو فون سي سي سا لو تخيك ان الانسان ملي تيرخي ودني وما تيخليش داك الشوائب تضرو تيكون هو النيت تيتعامل مع الناس تيتعاملوا معاه بواحد المحبة خطيرة واللي تيبغيك تيعطيك كلشي بيان سور تيعطيك كلشي. نزيد على هذا ان الا غنتعلموا شي حاجة نتعلموا من الاطفال. شوف الاطفال كيفاش يشوفوا بعضياتهم كيفاش يشوفوا الناس لانه الصدق هو الطفل. جاوبتك جاوبتيني ميرسي. قبل ملي قلتي الفرنسية كنت عندك عقدة معها وديك العقدة ديال انك كتقرود خلاتك تعلم الفرنسية.
وهذا الجانب اللي فيك ديال انك تتنتبه للناس بزاف، فيك واحد التواضع زعما شهاده ديال الحق خيالي، لان اي واحد توصل لاي حاجه مهمه تبقى ديما كيبغي يفكر الناس فيها وكيبغيهم يتعاملوا على اساسها. انا هو اكس دون لانستونت تي، وصلت لواحد البلاصه خصكم تتعاملوا معايا على هذا الاساس، فتيدير واحد التصرفات باش يبقى يسطر على هذاك الاساس، وتما كما التواضع تيبدا ينزل شويه. انت عندك واحد زعما واحد القدره انك تسيباري ما بين شكون انت ولاش وصلتي تبارك الله وشكون انت مع الناس. واش هذيك الهضره الزوينه مع الناس وتعطي الوقت والانتباه حتى هو كان سبب شي عقده اخرى اللي ديكلونشات؟ جو في تو دير كاين عقد راك شتي كون تي توش لا بسيكولوجي ولا بدا سا تو رونفوا ا لونفونس ا لا بيتيت انفونس اي تو سا. انما اون جلوبال كلمه باش نتيتي ملي تيمن عليك الله وتيبغي يبرعك تيعطيك التصالح مع نفسك، ملي تكون تصالح مع نفسك ما تيبقاش عندك الضروره انك تبرر اي حاجه. tu n'as plus rien à prouver. وتما فاش تتحيد حوايجك وتتولي عادي فهمتي tu es le poisson dans l'eau. فهمنا؟ je crois que je commence à toucher ta صالح مع النفس. d'accord. فهمتي؟ فاش تصالح مع النفس تيجي مع تزكية النفس اللي جات في الطريق الى الله. والله بالمعنى ديال كل واحد عنده المعنى ديالو ديال الله. الله بالنسبه ليا هو واحد القوه، قوه حب محبوبة وتتحبني صافي سالت مغسارزون القوة معرف القوة. ما تنوع تقولي على كيفاش التعامل ديالي مع الناس وكيفاش أنايا ما تنقنعش من الناس، وأنه أصعب حاجة عندي هي العزلة وهي لا سوليتود. ملي بحثت درت لابسيكاناليز ديال راسي ما عارف ولا بد ألوغ ملي كنت صغير وطلعنا لكازابلانكا لانه كنا في فاس تزاديت في افريل 20 افريل بحال ادولف هتلر كوم سيدي الوغ وجينا لكازابلانكا في سبتمبر جافي 4 mois جافي 4 mois دونك كنت نعس مع مي بارون. ملي جينا الدار البيضاء عطاونا الدار ديال لا فونكسيون كبيره وكان عندي ما شومبر ما شاء الله داروني فيها ناموسية. جو مغابيل كان ديال الخشب زرقاء. جو مغابيل تخي بيان. الوغ ناموسية ديالي جافي ما شومبر. كان هذاك هو الفشار ديال ما ماغ ولدي عندو سا شومبر. نتوما كلكم تتنعسو في الصالون. فهمتي هكا تيهضرو في الفاس. إي البروبليم سي كو موا جافي بور دو دوربيغ سول. دونك لو بريفيليج نتاك اللي كتشوفو فاش كنت صغير سا مارش، مي ملي كبرت وليت نقد نوقف. نو حل عينيا في الليل لو نوار تا نوقف تا نغوت ما تيسمعوش. بروميير شوز جو فيزي بيبي سور موا ميم اي جافي بور دو نوار الغوت تيجيو تينعسو نعسو تيتفو الضو نو ريان كومبري. دونك لا نوسيون دو بور دو لابوندون بدات داك الساعة وبقات فوقاش غادي تهجم لنا شويش. ملي كبرت شي شويه وليت عندي لا كونسيونس انه معايا شي واحد في لا شومبر. بعد سويت بقات هادي في الراس سكي فيك كون كيلكان نو فو با ديفينير مون امي ولا ما تيبغيش يبقى معايا ولا هذا ناري غنبقى بوحدي عاوتاني. بقات هادي وديفلوبات. زيد على هذا لانه جوسكا اوجوردي je suis incapable de dormir dans l'obscurité totale et dans le calme absolu. il me faut du bruit il me faut de la lumière. عجيب ولعت الله.
ولكن خرجتي منه بزاف ديال لي كاليتي اللي نفعوك في الحياه ديالك الشخصيه. ما يمكنش الله اله الايجابيه ويخلق شي حاجه فيها كلها سلبيه، ما يمكنش. كاينش كتكون محرك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. تماما. دونك تتكون هذيك الحاجه اللي كتبان لينا حنا مظلمه هي محرك باش تنوض انت تقلب على الجهه الاخرى. نورمال. باش كاين البرد باش تقلب على السخونيه. دونك كما كيقول واحد قال لك لولا عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. عادي. جميل. دونك دابا نقدر نرجع معك ديليغي ميديكال. شقيق واحد اخر. مرحبا. واش انا كجون بغيت نمشي في هذا الدومين هذا وفيه شي فلوس؟ كله فلوس الحمد لله، لانه في ديليغي ميديكال كاين ثلاثه ديال لي سورس دارجون. الناس ياخذوا ان سالير. هذا في ثلاثه. كاين السالير ديالك اللي تاخذو امبوزابل تو سا. كاين لا نوت دو فري سيتادير لي ديبلاسمون، تيخلصوك ليسونس، تيخلصوك لوتيل، تيخلصوك كلشي، تيخلصوك لي فورفي. دونك لي فورفي. إل تو ريست توجور أن بتي تروك. وي. غادي على حسابهم وتيبقى لك شي حاجة. فهمتي؟ بيان سور غاتمشي ديبلاسمون راك ما تي با اون فاكونس. بيان سور. غاتجي تاكل ب 400 درهم. Tu vas manger avec 50-60 euros, et je ne sais pas. Oui. Quand la voiture, ok, les primes. Tu es vendeur, tu es commercial, et quand tu atteins ton objectif, tu as une prime de motivation. Quelle est-il y aura là tous les trois mois? Quelle est-il y aura une fois par an? D'accord. Si un baraka, dis on n'en crée rien. Tu vois, c'est un flux. Alhamdulillah. Aujourd'hui, un délégué médical, quand il commence, aura minimum 5 000-6 000 dirhams. Là, débutant. Débutant. D'accord. Bon. Quand les petits, les petites sociétés, les petites filles, mais donc, bon, ce sont des auto-écoles qu'on appelle. Ils ont travaillé avec un ou deux ans ou un an. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, un laboratoire bien. Alors, je connais les gens qui ont dit que le média d'abord, le métier fait juge d'il ou je ou à quoi faire juger sa fête. Alors, qu'il y a un volet commercial, c'est une scène qui est l'instinct commercial qui est bris bien sûr, mais il y a un convaincre. Il y a un bris, il y a un chihad. Il y a un bris, il y a un seul chihad. Donc, il y a de la générosité intellectuelle. D'accord. C'est bris cherk. D'une, d'autre part, comme le hindan dialo, le hayat dialo, makboul, où il y a le malou mali ando, où il y a le littéraire. C'est un allemand, où il y a le ando chouye de l'amana, le malou. C'est-à-dire, mais tu te goulou chi haja, tu hésites sur le raso. تمشي يقولها بالصفة ديالها. وزيد على هذا خاص يكون إنسان عنده واحد التطلع في المستقبل، لأنه الخدمة ديالنا إلا دخلتها في الخانة ديال الوظيف ديال الفونكسيوناريا البيغ كاع داك الحلاوة ديالها. دونك تديو للطبيب الجديد، إذا خاصك تكون أنت في القمة ديال الحداثة، في الهيئة ديالك، في الكلام ديالك، في التصورات ديالك، وتكون كلكان اللي صلة وصل، يعني أنه توصل المعلومة في الجهتين، ما بين الطبيب والمختبر. بون، أون غرو، سي أن باك بلوس كيلكو جور. كاين اللي عنده غير الباك، وتيعرف يهضر. وسيديو مولاي وتعرف يستقبل ويتستقبل باش لو بران تو سويت. داكور. دونك ما كايناش واحد ليكزيجونس ديال الدبلوم. لا. يمكن يكون طبيب وما تيستطعش يوصل، اذا ما صالحليش. داكشي كاين في الجزائر وفي تونس، دايرين ما تكون ديليغي الا كنتي طبيب او فيتيرينير او دونتيست او فارماسيان. الحمد لله في المغرب ما عندناش. في المغرب تنعتمدوا على لو كوتي
vendeur, c'est-à-dire le côté convaincant de la personne. وهذا التخصص هذا كان فيه الخدمة واش باقي غيكون فيه الخدمة من القدام غينقص غيتزاد؟ انا جو في تو دير فاش بديت انا لا فيزيت ميديكال في 1982 شحال كانوا 640 واحد في المغرب في المغرب كامل وفيهم بزاف ديال الفرنسيين داكور اليوم On approche les 5000. 5000, c'est bizarre. 5000. Mais ce qui est bon pour moi, c'est que la répartition régionale des délégués médicaux pour moi, elle est parfaite. Allez. Le nombre de délégués médicaux, les Kenyans et Metalen, Casablanca, Il représente 40% des délégués médicaux du Maroc. Le chiffre d'affaires de Casablanca par rapport à tout le Maroc représente 40%. Agadir représente, je sais pas, 8%. Je n'ai pas le chiffre. 8% de chiffre d'affaires, ça fait à 8% le nombre de délégués du Maroc. La répartition est parfaite. Maintenant, oui, le chiffre d'affaires, غيطلعوا لي ديليغي ميديكو كاين واحد لو شيفر كلي لي ما كاينش ما يمكنلكش يكون عندك ان بوتي شيفر دافير دير بزاف ديال لي ديليغي ما تخرجهمش هنا فاش تدير بوان وترجع للسطر باش نقول لك واحد الكلمه ملي خرج البروجي ديال تعميم لامو ديال لا سي ان اس اس Au moins, l'AMO est multiplié par 3 l'aide d'Ilnes est remboursée. D'accord. Il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont remboursées déjà. L'AMO va multiplier ça par 3. Donc, Les gens capables de se médicaliser vont être multipliés par 3. Nous disons avec l'AMO, les produits sont remboursés, les médecins ont les produits qui ne sont pas très chers, les génériques et tout ça. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Le chiffre d'affaires, la pharmacie, au minimum, va doubler. Minimum. Puisque le consommateur va tripler. Donc, donc les qui ont déjà acheté. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires va doubler. Jusqu'à présent, le chiffre d'affaires du médicament, en gros, environ, il fait 1,5 milliard de dollars. Par année. Par année. Si on passe de 1,5 milliard à 3 milliards. Donc, le nombre de délégués. Voilà. OK. Alors, ملي تطلع الشيفر دافير اوبليغاتوارمون كيطلع العدد تطلع العدد اذا لوجيكمون لو نومبر دو ديليغي ميديكو فا براتيكمون دوبلي دونك هذه فرصه تاريخيه للناس اللي بغاو يمشيو في هذا الدومين لي لابوغاتوار مازال تا ils sont pas très خايفين نورمال باسكو كاين لا كريز مونديال اي تو سا مي غيجي واحد الوقت فاش بحال تيقولوا في كازا غيتفرقع غيجي واحد الوقت فاش غتولي لا ريشيرش ماسيف دو ديليغي ميديكو لانه تو لي برودوي سو فال مي كومون سو ميدسان فا فير لو شوا انتر سولوي لا اي سولوي لا خصني ان اتر هومان ا كي جو في بوزي دي كيستيون اي كي فا مو كونفانكر ولا جو في لو كونفانكر اي كي فا مو ترانسميتر توت لي ريشيرش اي tout ce que le laboratoire a fait pour ce médicament. Le مستقبل ديال الدواء ديال la visite médicale, la délégation médicale ou ديال la médecine في المغرب غادي تضحك. ديال comme ça, je crois que c'est le seul domaine اللي ما يعرفش لا كريز. évidemment positif. évidemment. ما فيهاش غادي يربحوا فيه الناس اللي اونيت اللي مالونيت اللي تيخدم اللي عمل عكاز كلشي غيخدم فيه.
داكور. كيفاش نقدر ندير انا دابا باش نبدا في هذا لو دومين هذا؟ شنو الخطوات اللي كتنصحني بها؟ انا قريت ولا عاد كنقرا وغادي ندخل لهذا الدومين من هنايا عام ولا عامين. واخا شنو وجد؟ الوغ شنو غتوجد؟ من الافضل تكون عندك دراسه علميه باش تعرف امو لا سيلول علاش مطويه. اي بي من الافضل ملي تاخذ ان ديبلوم ولا شي حاجه، انا تنفضل انه هاد الشاب ولا شابه تمشي للمدارس حره moyennant une petite somme et il fait une formation de délégué médical. D'accord. بحال مثلا كاين جمعيات بحال مثلا EFE دايرين gratuitement formation ديال ديالهم، بحال مكلف بها شخصيا انا واحد ليكيب ديالي، تديرها تولي عندك لو بابا تتعلم شي حاجه في لا سيونس، شي حاجه في لا ميديسين، شي حاجه في لا فارماسي، وتتعلم شي حاجه في لي تكنيك دو فونت. ملي تتمشي لونتروتيان دومبوش في لابوغاتوار واخا انت جديد ما عمرك خدمتي، تيصيبو عندك اون بيتيت باز، دونك tu as plus de chance que quelqu'un qui vient de la faculté direct. D'accord. الاثمنه تختلف، وبيني وبينك هذوك اللي غاليين ne sont pas vraiment meilleurs que هذوك اللي ما غاليينش. Donc, c'est la même formation. C'est la même chose, la même formation. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai fait avec des amis ma formation à moi, tous les modules, finalement, ça se vaut. Mm-hmm. Tu vois? Mais, tu n'as pas toujours ça. Inch'Allah, le Hachi Maïus Trabal, Inch'Allah, il y a tout la demande massive. Merci. Demande massive, mais pas le problème de la formation. Tous les demandes de l'aide. Finalement. Il a dit, il y a un peu de temps pour les gens pour les centres d'appel. Oui, ça demande massive. Tu as dit, il y a un peu de temps pour les centres d'appel. Un délégué médical est déjà dans le domaine où tu as dit, il y a un grade. Oui. Sinon, le secret, c'est de vendre plus ou là. Alors, il faut d'abord se distinguer par quelque chose. Un délégué médical, ou hadina ou najdina, soit que il va évoluer dans le management, ou radioli superviseur, ou le directeur régional. امشي في لي زيكيب، سوا تيطلع في الماركتينغ، تيولي كيلكان دو فيزيونير، كيلكان دو كرياتيف، كيلكان كي فا بريدير لافينير، تو اما هادي او هادي، على حسب الميول ديالو، على حسب هو شنو عجبو شنو باغ في الخدمه. اكزاكت. دونك باش نساليو لو سوجي ديال الديليغي ميديكال، شنو نصيحتك لي جون كسوا اللي غايديروا هاد التخصص اللي ما غاديش يديروه باش انهم يلقاو خدمه؟ هاد الاشكال هذا ديال ان كيبغيو يدخلوا لواحد دو سيكتور وما تعرفوش منين يبداوه لان بعيد عليهم. تنقلبوا على خدمه بحال اللي غنسوقوا الفواتور بيزار هيك باش تديماري لا فواتور تخدم معاك. Ensuite, قبل ما تاكسيليري تتحيد الفران. وي خصنا نحيدوا لي فران عاد باش ناكسيليري. لو فران ديال الشباب اليوم ناحيه الخدمه راه ماشي الخدمه اللي ما كايناش، هو اللي مقتنع على ان الخدمه ما كايناش، وعلى انه الخدمه ما تجيش بلا كومبيتونس، تجي بالمعرفه، وعلى انه دو توت لي فاصون ما غادي يبغيوليش، ودو توت لي فاصون خصو الفلوس باش يدير. ملي تيمشي افيك دي زابريوري فهاد الشكل هذا غادي هو منهزم بالسيف منهزم، ما غاديش يطلبو. انما الانسان يتجرد من هاد لي فران، هاد الكوابح، هادو الفرانس ديالو، لا تيمكن يكون هو النيت ويمشي ويبين شنو كاين. دوزيام بوان سي كو الشباب ديال اليوم انا تنقول لهم ملي تتبغي تخدم راك ما تتقلبش على خدمه، دايوغ ما بقاتش دوموند دومبلوا،
اليوم تتمشي c'est une proposition de valeur et de compétences d'accord انت تتمشي تقول له هاش كنعرف ندير انا محتاج لك وانت محتاج لي يمكن نلقى واحد نقطه التقاء هي اللي سميتها الخدمه الى مشينا في هذا الجوج ديال الشوفات ديال لي فيو في هذا الشكل هذا اون ا ملتيبلي نو شانس بار 20 ولا بار 30 وفي النهايه ديال هذا اللقاء انا نسولك اسئله قصيره وبغيتك تعطيني عليها اجوبه ملخصه يعني نحاول يعني ما تعرفش نلخص داكور دونك السؤال الاول هو شنو هي بالنسبه لك اهم حاجه في الحياه اهم حاجه في الحياه هي الرضا رضا النفس ورضا الله داكور كيفاش نطور الثقه ديالي في راسي باش نولي نقدر نهضر مع الناس ما كنعرفهمش سواء في الخدمه ولا في الحياه ما يمكنلكش تثق في حاجه ما تعرفهاش عرف نفسك بالعمق اللي خاص وتزيدك الثقه في النفس وتتصالح مع النفس ديالك تكلمتي في الاول ديال الحلقه على لي فام سوما ليكوتي وقلتي انا كنعرف نسمع لي فام خصك شنو بغاو لي فام كلشي يسول هذا السؤال ديال شنو بغاو لي فام نهار يعرفوا هما شنو باغيين غادي يمكن لي نعرف انا هما شنو باغيين انما هما ما تيعرفوش شنو باغيين ويمكن داكشي اللي تنبغيو حنا فيهم انهم ما عارفينش كل نوبه تنخلقوا لهم شي حاجه ما يبغيو فينا وملي تينتابعوا على انه سيتي باسا عاوتاني تنعاودوا الكره من جديد بوتيتر Mais à mon âge, c'est un peu trop tard de se rechercher dessus. D'accord. كيفاش نحول المشاكل اللي عندي في الحياة أو الأزمات أو العقد أو العيوب نحولهم لأفونتاج عندي؟ في أي حاجة تتوقع كاين السلبي وكاين الإيجابي. غالبا ما تيكون السلبي هو الظاهر. والإيجابي خاصنا نمشيو نقلبوا عليه داكوغ خاص الإنسان يتحلى بشوية ديال روح المسؤولية باش يبحث على الإيجابي اللي مغطي شوية ديال السلبي داكوغ وقعت لي شي مصيبة جاني شي مرض مثلا وي جاني المرض هذا سلبي إنما غادي يعطيني اون فاكسيناسيون أفي من هذاك المرض نيت هالكوتي إيجابي شوف فاش ضربك الوالد ديالك ملي كنتي صغير على شي حاجه درتيها سلبي اليوم داك الضربه نفعتك بزاف ديال الحوايج في حياتك اي حاجه كاينه في الحياه عندها الايجابيه ديالها وتكون كلها سلبيه شنو دازت عليك ما باقيش ترجع لها حتى هذه ايجابيه الانسان خصو يتحلى شويه ديال النظره إيجابية وتبحث على الإيجابية لأنها تكون غالبا مخبية بحث عليها باش أنت ما يكونش عندك تقل اللي ما يخليكش تمشي من بعد بالإيجابية تمشي بعيد كل واحد فينا عنده نظرة للحياة اللي ممكن يلخصها لنا في شي مقولة ولا بيت شعري ولا فكرة ولا عنوان كتاب ولا فيلم بيت شعر حضر لي دابا ديال المتنبي شاعر الحكمة تقول ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام يمكن لي نعذر شي واحد اللي ما قادرش على شي حاجة ما يديرهاش إنما اللي قادر وما كملش هذا أكبر العيوب إذا استطعنا نتعلموا باش نوليو قادرين على واحد الفعل ونتموه ونزيدك على هذه ويكون خالص لوجه الله بقلب مطمئن من كل شيء بتيكون الإخلاص وتيكون الإتقان هذه هي المعنى ديال العمل الصالح الذي نؤجر عليه شنو تبدل في المغرب ما بين الستينات السبعينات الثمانينات ودابا
انا تبدلت انا تبدلت انما ما تبدلش المغرب انما بحال في التليفون وقع بزاف ديال لي ميساجور وقع بزاف ديال لي ميساجور اللي فيهم شي حوايج اللي جدوا انما الناس لا تستعملهم كاين اللي عنده التليفون سمارت فون عمره ما خدم الكالكولاتريس تو اليوم كاين عندنا بزاف الكالكولاتريس في هذا المغرب هذا عندنا بزاف ديال الحوايج تزادوا على الحياه ديالنا الاصليه التي لا نستعملها ولكن الذي اعيبه على الناس هو انه خلاو ثقيل ومشاو سكيبري مشاو الخفيف تمسك الانسان بكوكنا عندنا لا بريزونس ديسبري باش نتمسكو في المغربيه ديالنا المغربيه ديالنا الحقيقيه الاخلاق ديالنا القيم ديالنا ديال جدودنا ديال جداتنا ايتوسا السمق والتاويل حلاوة اللسان الناس كيفاش تيهضروا لكل مقام مقال كيفاش نستقبلوا الناس كيفاش يستقبلونا الناس داكشي ديال تا غومير ماشي ديال دابا غنكونوا احسن الناس الى هادشي الاصيل خلطنا مع العصرنا ومع الانفورماتيك ومع التطلعات ومع المعلومه اللي ولات سهله غنكونوا احسن شعوب حنايا خلينا هادكشي وتسحبنا انه تو سكي بغي سي دو لور هنا فاش كاين شويه ديال هذا لانه دخلتنا العصرنا والحداثه وحنا مازال ما طلعناش واحد النيفو ديال التعلم والنيفو ديال الادراك اللي متكافئ مع الحداثه مازال حنا لتحت وجاتنا شي حاجه زوينه سي دوماج كون هي داونا وصلنا او كون هي تعطلوا شي شويه سا اوغي ايتي بيان مي بون اون فا رامي ان تي بو وهذا الجيل ولا الجيل اللي من بعد ان شاء الله غادي يوصل لها. دونك شنو خاص المغاربه في نظرك من خلال الجواب ديالك على السؤال اللي قبل باش انهم يكونوا في مستوى هذا الشيء اللي كاين ولا اللي غيكون؟ اوكي انا ما تنطلبش من المغاربه شي حاجه اللي ما يمكنش ما هو الشيء المتاح الاكثر اتاحه في اليوم هو المعلومه اي حاجه بغيتيها تكتيك صافي هي وصلت ان كليك انا تنطلب من الناس يكونوا شويه فضوليين ان بو دو كوريوزيتي شوف شي حاجه اللي انت شايف فيها بغيتيها وكون كوريو وسيقلب عليها وتعلمها شحال ما تعلمتي شحال ما تولي عندك ثقه في النفس في المساله ديال اللي تعلمتيها وشحال ما يمكن لك تعطي اكثر داكور باش يمكن لك توصل للنيفو ديال العصرنا اليوم كاين الانتيليجنس ارتيفيسيال داكور باش توصل النيفو ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال خاصك انت تكون خممتي بعقلك تعيتي وعقلك حبس عاد باش ندوزها ماشي من الصفر فهمتي والا غنطيحوا عاوتاني في نفس المشاكل لانه اون غرو ما حد المغربي تيختار الحلول السهله لي سوليسيون دو فاسيليتي حتى تنستغني خاص الانسان يبارك على راسو ويحاول يدير شي حاجه اللي ما تتشبهش للناس باش يكون ديستينغ اللي درتي بحالو باش فتيه جو نسي با واش كنت واضح مي هذه النظره ديالي ديال ان الانسان خصو يخرج من القوقعه ديالو ويتحرر من داك لي زيدي روسو اي تو سا الوقت ما مزياناش انا ابا غنرد مزيان مال يعني جو نو في با سوبير لي زوطر ما غاديش نسوبير لي زوطر وغادي نصنع لراسي مكان باختصار اللغه الفرنسيه واش ضروري باش نخدم في المغرب ديال 2023 الفوق
ضروري ولكن غير كافي. Aujourd'hui, خدامي اللي مزيان جو بار دو نيفو يونيفرسيتير. الخدامي اللي مزيانين خصهم لونجلي. Même pour délégué médical, il travaille en français. Yak? ولكن aujourd'hui, les études, les expérimentations scientifiques, ما بقيناش تنترجمو. Tout le monde est censé connaître l'anglais. D'accord. كيفاش نتعلم الفرنسي ولا لونجلي؟ انت قلتي تعلمتيها في عامين. وي. تتعلم صافي بون. إلا كنتي معكاز معكاز معكاز، عطا الله لي زيكول دو لونغ. تدير شحال 30 ساعة أنت وليتي غزال وليتي فن. وليتي تتعاود النكت بالفرنسي. كنتي عصامي. عندي طريقة مهمة جدا ديال نعطي لراسي بحال الأوراد في الدين نعطي لراسي اون باج اون فرونسي ديال ان ليفغ ولا ديال ان جورنال ولا هذا باغ جور قبل ما ننعس والكلمة اللي ما عرفتهاش تنسطر عليها وتنبحث عليها في لو ديكسيونير سي تو 365 جور في العام سا تو في هكا 365 باج كو تو ا لو وفي شاك باج غيكون عندك على الاقل دو مو كو تو ا شيرشي دونك كل عام تزاد لك 700 كلمه في مخك انت وليتي تدوي احسن من ميتيرون سي تو داكوغ سؤال اخير هادي نجحت مع بزاف ديال الناس بزاف ديال لي ديليغي ميديكو نجحت فيهم هاد القضيه هادي داكوغ دونك السؤال الاخير هو شنو هو اهم سؤال نقدر نطرح على راسي كانسان الله لم يخلق الانسان عبثا السؤال الكبير اللي يمكن نسول راسنا هو شنو المهمه ديالي في هذه الحياه شنو الرساله ديالي فاصله اي مرحله وصلت في الرساله ديالي شكرا جزيلا ميرسي ا تو ما حسيتش بالوقت كيفاش داز ميرسي كان حوار شيق هضرنا فيه على البروفيسيونيل بيرسونيل واستمتعت به بزاف ميرسي بوكو شكرا لكم بزاف حيت تبعتوا معنا الحلقه حتى لدابا نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا كما استفدت واستمتعت نتلاقاو في الحلقه الجايه والسلام عليكم